الثانوي العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والآن ليتلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني. رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، قرر المادة الأولى: مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة 11 ظهر يوم الثلاثاء 28 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق 1 أكتوبر سنة 2024 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية في 22 من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق 25 من سبتمبر سنة 2024 ميلادية. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والآن ليتلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وبعد موافقة مجلس النواب قرر المادة الأولى يفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارا من يوم السبت 14 من المحرم سنة 1446 هجرية الموافق 20 من يوليو سنة 2024 ميلادية. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية صدر برئاسة الجمهورية في 12 من المحرم سنة 1446 هجرية الموافق 18 من يوليو سنة 2024 ميلادية. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والآن لتتلى الاعتذارات. تعتذر السيدة العضو سحر عبد المنعم عطية عن عدم حضور جلسة اليوم، ويعتذر السادة الأعضاء أمل سلامة محمد، حسن سيد خليل، علي جمعة، نيفين الطهري، يعتذر هؤلاء عن عدم حضور جلسات اليوم وغد. والآن لتتلى الرسائل. رسالة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء: بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22 من أغسطس 2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان وأخترت اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إيوك بردوركشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إيوك بردوركشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة زد ان بي في ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS International Egypt Limited للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبع بالصحراء الغربية. أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والتعليم والبحث العلمي. مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 85/3 بميناء الأسكندرية. أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مرسى مطروح والموقع في 4 فبراير 2024. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1.5 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 ملايين يورو لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر المرحلة الثالثة والموقع في 25 مارس 2024. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 249 لسنة 2024 بشأن الموافقة على خطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية الممول من قبل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة بقيمة 20 مليون يورو و50 من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 320 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 347 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3 ملايين يورو و585 يورو. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب وجمهورية مصر العربية من جانب آخر باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19,917 سهماً في بنك التنمية الإفريقي بقيمة
17,400,000 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8,000,000 يورو. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. أحيلت إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014. مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983. مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 142 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. مشروع قانون السجل العيني. مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر. مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري. مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58
لسنة 1937. أنوه السادة الأعضاء، أنوه إلى أن مشروعات القوانين المنوى عنها أخيراً ورد بشأنها رسالة من سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بسحبها بعد أن سبق تقديمها لمجلس النواب، وقد اخترت اللجان المختصة بذلك. السادة الأعضاء، بسم الله نبدأ وفي عونه نأمل ولرضاه نسعى وبقدرته إن شاء سبحانه نصل. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، نلتقي اليوم على درب العمل حاملين على أكتافنا هموم الوطن، زادنا الطموح والأمل، وبقلوبنا إيمان بأن لا مستحيل مع الإخلاص في العمل. فمرحبا بكم جميعا في افتتاحية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلسنا الموقر، وأسأل الله أن يوفقنا في أداء مهامنا بكل كفاءة واقتدار، خدمة لوطننا العزيز وشعبنا الأبي العظيم. نواب شعب مصر العظيم، في مستهل أعمال دور الانعقاد الجديد لمجلسنا الموقر، أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر والعرفان على ما بذلتموه من جهد مخلص وعمل دؤوب على مدار 4 أدوار انعقاد. كان عملكم وما زال محط تقدير وإشادة من الجميع، وهو ما يدعونا لبذل مزيد من الجهد، فلن تفتر عزيمتنا عن استكمال ما بدأناه من خلال صياغة تشريعات تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، فضلاً عن ممارستنا للدور الرقابي بمزيد من التعايش مع اهتمامات المواطن والتفاعل مع متطلباته بموضوعية تامة. وعليه سنسعى جاهدين لتعزيز أواصر التعاون بين المجلس والحكومة من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكلنا يقين أن التعاون المثمر والبناء والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية. الزميلات والزملاء الأعزاء، تشهد منطقتنا تحديات وأزمات تعد هي الأكبر في تاريخ مصر المعاصر، أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. فبالرغم من مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحاً ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما حذرت منه مصر مراراً وتكراراً من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحات إقليمية أخرى. ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهداً من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين. ومجلس النواب يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية،
والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 1967. كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية يشيد المجلس بموقف فخامته المشرف والتاريخي في الوقوف بقوة ضد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار. ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد، فما يحدث في لبنان أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة وعدوان لا رحمة فيه بالمدنيين، أزهق أرواح المئات وتسبب في سقوط آلاف الجرحى وفرض نزوحاً قسرياً لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهات إقليمية شاملة ستكون تداعياتها وخيمة على كافة دول المنطقة. ومجلس النواب يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي. كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعدات طبية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعس دولي واضح عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق. نواب شعب مصر العظيم، ما زالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقد من الزمان، وفي الوقت ذاته ما زالت مصر مستمرة في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية للوصول إلى تسوية سياسية ليبية ليبية دون أي ضغوط أو تدخل خارجي. وفي الجنوب من مصر يواجه السودان تحدياً وجودياً غير مسبوق، حيث يشهد هذا البلد الشقيق الذي يحتل مكانة خاصة في وجدان المصريين نزاعاً داخلياً اتسع نطاقه بكل أسف. مما أسفر عن نزوح داخلي لملايين السودانيين وسعي مئات الآلاف للنزوح خارج البلاد هروباً من ويلات الحرب الدائرة. وقد سعت مصر طويلة الأشهر الماضية لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل، وهو التزام الأخ تجاه أخيه. كما انخرطت مصر ولا تزال في دعم كل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان ورفع المعاناة عن المدنيين، فضلاً عن دعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان. كما نثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخراً في تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية
لتحقيق الاستقرار المأمول مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي ضربت أرجاء الصومال لفترات طويلة، مع دعم سيادتها ضد مطامع بعض الأطراف الإقليمية التي سعت إلى استغلال الوضع الداخلي الصومالي للدفع بمصالح ذاتية غير مكترسة بمصالح الصومال أو شعبه أو حتى قواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن الجوار والأخوة الأفريقية. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، لقد سعت مصر خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت وما زالت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الأثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الأثيوبي. وإذ يؤكد مجلس النواب المصري رفضه البات لتلك السياسات الأحادية الأثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي والتي تلزم أثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دولة المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري والذي يمثل ماء النيل الذي يمثل نهر النيل وماء النيل شريان الحياة الأوحد له. نواب شعب مصر العظيم، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير والاحترام لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كل الشكر لفخامته الذي يقود مسيرة الوطن بحكمة وبصيرة، واضعاً مصلحة الوطن والذود عن أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبار، مستنداً إلى عقيدة راسخة تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها. حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه، ونعد فخامته من تحت قبة مجلس النواب بأننا سنظل على الدوام مؤازرين وداعمين لكم يا فخامة الرئيس بكل ما أوتينا من قوة في كل ما تبذلونه من جهود لخفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة. وفي الختام أقول للمواطن المصري، نحن هنا من أجلك ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا بكل إخلاص وتفان من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا، والله على ما نقول شهيد، إنه جل وعلا نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن ليتفضل سيادة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. دولة السيد المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين، ونحن في مستهل أعمال آخر أدوار الانعقاد للفصل التشريعي الثاني وتحت قبة المجلس الموقر الذي يحتضن آمال وطموحات شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أعبر لكم جميعاً أغلبية ومعارضة ومستقلين عن مشاعر الامتنان والاعتزاز والعرفان، وأن أنقل لكم جميعاً تقدير واحترام دولة رئيس مجلس الوزراء والحكومة لمجلسكم الموقر. إننا نبدأ وبتوفيق من الله أعمال هذا الدور في شهر العبور العظيم، لنعبر بمصر إلى آفاق أوسع وأرحب، ملتمسين من الله عز وجل العون والبصيرة، وأحسب أنكم تتفقون معي أن هذا يفرض علينا تحدياً أكبر في العمل على تسليح الأمة بآليات التعامل مع عصرنا الجديد على النحو الذي يكفل لها مكانة تليق بتراثها الحضاري وبقدرات شعبها العريق. معالي السيد المستشار الجليل الدكتور رئيس المجلس الموقر، الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمين، أقف اليوم تحت قبة البرلمان المصري بتاريخه العريق بعد أن تشرفت بتكليفي من القيادة السياسية وزيراً للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقد تشرفت من قبل بخدمة هذه القاعة وأعضائها، وأعلم متطلباتها وآليات العمل بها وفق التقاليد البرلمانية الراسخة والعريقة، وأقولها بيقين أن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي وأقولها بيقين أن مجلسكم الموقر بقيادة الربان الماهر العالم الجليل المستشار الدكتور حنفي جبالي الشريك الرئيس في صياغة المنظومة التشريعية بما تستلزمه من ممارسة لمختلف الصلاحيات لضبط إيقاع هذه المنظومة ووزنها بميزان العدل والدستور. وأسجل هنا بكثير من الفخر لمجلسكم الموقر أنه أنجز العديد من التشريعات المهمة والضرورية لمسيرة الوطن، أنجزها بكثير من الحكمة والتؤدة والانضباط، فلكم جميعاً كل الشكر والتقدير. وأؤكد لحضراتكم أن الحكومة من جانبها منفتحة على حضراتكم، معززة لأسس التعاون الوثيق مع المجلس الموقر من أجل أن ينعكس مردود هذا على حياة المواطن وجسر الهوة للمشاكل والقضايا التي طال انتظار حسمها، وتلك مسؤوليتنا جميعاً. كما تؤمن الحكومة بالمصارحة والالتزام بالحقيقة إطاراً لعملها، كما تؤمن بأن الأدوات الرقابية البرلمانية الموجهة للحكومة هي وسيلة لا غنى عنها تمكن الحكومة قبل البرلمان من التعرف على ما يواجه الشعب من مشكلات وعقبات والعمل على تدليلها، ذلك أن قوة البرلمان هي قوة لشعب مصر ودعم لحكومته التي تحظى بثقتكم.